xisbiga muhaafidka kulmiye ayaa munaasabad ballaaran hoteelka ee magaalada Hargeysa ugu qabtay taageerayaal kala duwan oo ka soo jeeda bariga magaalada Hargeysa munaasabadani waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ana musharax madaxweyne xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi masuuliyiinta kale xisbigaasi wasiiro iyo siyaasiin kala duwan iyo taageerayaal tiro badan intay munaasabadaas socotayna waxa laga jeeday hadal kala duwan ugu horreyntiina waxa halkaas ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye حسن سعيد وعن الشيغي شيغي انتو قرن كبيرتي الله حكا دعوية ونبشرة عيالي عيالي فاقا كشغي وحيا عايل خاد كترسان عقل مرد السنين فاقا يوقع الحسب كالوضاني ايه الوضاني او اصل كيس وها حسب كبير حسبية سولان لها او كل اسمي عراكت السياسي او وضاني هو او برنامج وضاني ماي ايه بني باسو بشي وحا مركز ويا عايل كوحي غرامي هو تكوني كي يعني قشي وضي وحي الابن هو أسكر هيا ما أنتو مدحوني في عيارها إلا أبابي لي وحقا قامني إنتو بكسان حافظ وحوص قرية وإلا هيا مدحوني في سوريا ويبيع ويبيع ما أنتي أي قرية يهود عياري سي حقا قامني إنتو قربوتي أي دوري ونبشان تيغا كليان أي دعيو وسيدنا الشرعي من ملح كذا على يوم دام غير يهم عيار يهدك كذا إنه مسؤولين بينه نهاية حكم بينه هينا إن الحكم كحلقة كسي وننا وين دوينا إنه وخسعنا ثلاثة هدامية هي نحلق فردية حسب قدومية كا إن هذا جستيري كلمة يا رب خطبة دي ولن لك شيء دين هي حسب قا تاجر يا شيسة وحولي إنه هو قال كي بنو هنا هو قال إنه بنو دون هنا إنه هو كاس يوضنه إنه مسؤولية بين نسارم وبين نفضل وبين صحاب ما أقبل إنك حتى ولا مرة بدي سوي شغله سأجيب على ذلك واحد فكرنا سا دور رسول الله ولا حسبي ما تكرك تمر بسم الله ولا ذي إذا كانوا حليل كره الله حول تجري من مقطع أنت ما تبي على ما هو دم قرطية شل الله حول يو مركي مري الله وصل الله هو مري الله وصل الله تشري واحد هاي طاق وآن وآه وسوال لا هجمته أنا مسلم لا يوم هاي وقوع هاي كفرنا بالجلية إذا سلام منه كذا من عفر ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga kulmiyaana musharax madaxweyne xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaas ka hadlay waxaan si dheer uga hadlay siyaasadda xisbiga kulmiye iyo abaaraha xooggan ee dalka ka jira isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay waxaan sheegayaa oo musuul ka dhigayaa maanta dalkeenna waxa ka taagan dhibaatooyinka ama horumarka horta inaan la leeyahay guryeena inaan hubo alaab sameyn saarkan tallaabada ma ay leeyahay qayshayna ilaahay wuxuu tilmaamay inaan ilaahay abaaraha ay leeyahay inuu dalkeenna waa sidoo kale waa galmo dalkeena oo dhan marka hore inuu aamino dadkii marabaalka inuu dar ilaahay iyo wadaagnaan ku jiro
إن هو مغلوب أن ما تخفيك كائن بدل إلا إن هو كائن الصوص على أمس أصابه إنه مستقبل كل الأنسان ما تحكي بتحقنا هاي إلا هو فريد إنه إنتي إن رمزك هاي أقول لك أنا أشهد أن أقول لك إن مستقبل كسومال لا تفرقا نتكلم عن ما أنت هاي بيانا هاي أقول لك إيه سين أبا الله إن الدكتور كان قادم وتجاربنا عثمان احمد عثمان تلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله هرجيسه.